صباح شباب، وان شاء الله تكونوا بخير. ومعاكم مهد فتحي، والنهارده فيديو جديد. لو انت بتحاول ان انت توصل التليفون بتاعك على برنامج السكرين كوبي، او المشكله دي عامه بتظهر لك ان هنا بيقول لك ان في عمليه ريفيوز دي هنا، وجايب لك الكود ده. فازاي ان انت تحل المشكله دي وتفعل ال دي بي على التليفون؟ والمشكله معاك اللي ظاهره في السي ام دي هي اللي متحدده باللون الابيض ده كده، ان في عمليه ربط. فازاي ان انا الغي النقطة دي؟ بتقفل السي ام دي خالص، وبعد كده بتعمل اعادة تشغيل لتليفونك، وبقى التول بار من هنا كده او التاسك بار، وبعد كده بتعمل كليك يمين، وبعد كده تاسك مانجر. لو ظهر معاك بالشكل ده فبتقول له مور ديتيلز، ضغط عليه. وهنا في الباك جراوند بروسيسز بتروح على حاجة اسمها الاي دي بي. لو الاي دي بي دي موجودة كده في الاول معاك، فبتعمل لها اند تاسك. هتلاحظ ان هي اختفت هنا. وبعد كده بتقفل التاسك مانجر. بعد كده بتوصل اليو اس بي بالتليفون بتاعك، وتتأكد ان انت مفعل وضع مطور البرامج، ومفعل وضع تصحيح الاخطاء، والتليفون متصل بنفس الشبكة اللي متصل بها الكمبيوتر او اللاب من اعدادات الواي فاي، ونتأكد ان الاي بي هو اللي هنكتبه. بعد كده بتروح على السي ام دي، او لو مش عارف ان انت تفتح القايمة بتاع السي ام دي كده، فبتروح كليك يمين في اي مكان فاضي، وبتقول نيو شورت كات، وبعد كده بتكتب هنا السي ام دي نيكست، بعد كده فينيش. هتظهر معاك السي ام دي بالشكل ده، كليك يمين، وبعد كده هتقول له ران از ادمنستريتور، يس، هتفتح معاك. طيب هنا عشان تكتب الامر صح لازم تروح على المسار اللي من فوق كده، وتشوف حرف البارتيشن اللي انت عليه. هنا عند البارتيشن ده اتش، وفي فصلتين فوق بعض، فبتاخده كوبي او بتكتبه في السي ام دي على طول. بتكتب رقم البارتيشن هنا بالشكل ده، وبعد كده بتدوس انتر. بعد كده بتروح على المسار كله وبتاخده كوبي، تاخده نسخ. وبعد كده بتروح على السي ام دي، بتكتب الامر ده السي دي، بعد كده مسافة، بعد كده كنترول في، بعد كده انتر، عشان يظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه كده. بعد ما ظهر معانا كده بتروح نعمل كونكت بين التلفون وبين الكمبيوتر. بعد كده بتكتب الامر ده في السي ام دي الاي دي بي كونكت، وبعد كده بتكتب الاي بي الخاص بالتلفون. لازم تتأكد من التلفون ان الاي بي ده هو بتاع التليفون. تاخد الامر ده كده، وبعد كده بتروح تكتبه هنا في السي ام دي، او ممكن تعمل كنترول في كده، وبعد كده بتدوس انتر. الله، هنا المشكله، هنا بيقول لي كونكتد تو وجايب البورت. طبعا كده خلاص المشكله اللي كانت ظاهره معانا في الاول اتحلت، اللي هي المشكله دي. فكده خلاص نقدر ان احنا نشغل او نعرض شاشة التليفون على الكمبيوتر. بعد كده بتروح تشغل البرنامج. وبعد كده هيبدأ يعرض التليفون على الكمبيوتر عندك بدون اي مشاكل، وتقدر انت تكمل استخدام البرنامج. لحد هنا يا شباب اكون وصلت لنهاية حاجة، ان شاء الله رب استفادوا. وان انت جديد معانا في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل بالاشعارات الجديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.